تفاصيل أكتر عن المنتخبات المشاركة بعد استعراض الفرق المشاركة وتصنيف المنتخبات الـ 24، ومين اللي ممكن تبقى مجموعة الموت، وهتبقى مجموعة الموت إزاي، مين يقع مع مين فتبقى هي المجموعة القوية والمجموعة الصعبة. كل ده بالتأكيد هستعرضه دلوقتي من خلال الكابتن أسامة عرابي نجم النادي الأهلي السابق والمدرب السابق في النادي الأهلي. كابتن أسامة مساء الفل ومنور الدنيا، أهلا بيك. مساء الفل يا محمد، أهلا وسهلا بيك وبالسادة المشاهدين. طيب استعرضت أنا مع حضرتك دلوقتي تصنيف المنتخبات المشاركة في كأس الأمم، كلها منتخبات قوية، وارد جدا تكون في مجموعة قوية، ولنفترض مثلا أطرح معاك مثلا يعني الكوت ديفوار صاحبة الأرض، ممكن تلاقي في التصنيف الثاني معاها مثلا نيجيريا أو الكاميرون، وتلاقي في التصنيف الثالث جنوب إفريقيا، فتخيل مجموعة ممكن تكون الكوت ديفوار نيجيريا جنوب إفريقيا، فالبطولة أكيد هتبقى بطولة قوية من الأدوار التمهيدية من أدوار المجموعات. مظبوط، طبعا منتخبات كتيرة قوية، والاتحاد الدولي عشان كده في كأس العالم ابتدى أو قرر إن ياخد 9 فرق من إفريقيا. القارة الإفريقية بقى فيه لعيبة كتير جدا بيلعبوا في أوروبا، وكمان في أندية كبيرة في أوروبا يعني. حتى الفرق الصغيرة ابتدى يبقى ليها لعيبة محترفين كتير، سواء في أوروبا سواء حتى في آسيا، فمنتشرين في دول أخرى في إفريقيا يعني. فالاحتراف برضو كتر عدد اللعيبة المحترفين في كل الفرق. في طبعا فرق ما زالت هي الفرق المستحوذة على البطولات الإفريقية، مستحوذة على الوصول لكأس العالم، ومنهم 6 في التصنيف الأول اللي هم ساحل العاج ومصر والمغرب وتونس والجزائر والسنغال، أكيد وآخرهم طبعا السنغال حاملة اللقب. المجموعة الثانية فيها برضو 3 فرق من العيال التقيل قوي وثلاث فرق كويسين جدا، طبعا نيجيريا الكاميرون غانا يضافوا للستة اللي هم في المجموعة الأولى. بعد كده في مالي وبوركينا فاسو والكونغو الديمقراطية. مالي فرقة منتخب مهمة جدا، قوي بوركينا فاسو نفس الشيء، كونغو الديمقراطية. المجموعة الرابعة والتالتة والرابعة هتبتدي مستويات الفرق تقل، لكن مش معنى تقل ان هي فرق ضعيفة. يعني مثلا في المجموعة الثالثة زي ما انت قلت، يعني اكتر فرقة انا يعني اتمنى ان هي ما تبقاش موجودة معانا اللي هي جنوب افريقيا، اكيد فرقة كورتها سريعة، فرقة تملك لعيبة جيدين سواء في فرقهم اللي في الدوري المحلي او بعض اللعيبة المحترفين بيقدموا مستويات جيدة على طول في كل البطولات اللي بيشاركوا فيها. أكيد. فهي دي أصعب فرقة في المجموعة الثالثة من وجهة نظري، اللي هتعمل زي ما أنت تقول مجموعة الموت لو هي راحت مع أي منتخب من المنتخبات المجموعة الأولى، لأن المجموعة الأولى والثانية المنتخبين اللي هيبقوا موجودين فيهم كده كده هيبقوا جامدين. مرشحين للتأهل أكيد من دور المجموعات، ده بنسبة تتخطى 90%. مظبوط، فجنوب افريقيا هتزود قوه المجموعه بالاضافه للي هم في المجموعه الاولى والثانيه، فدي اقوى فرقه. انا من وجهه نظري يليهم الراس الاخضر وزامبيا. صحيح. برضو من الفرق القويه، برضو غينيا وغينيا الاستوائيه وموريتانيا فرق قويه ولكن متوسطه، اقل شويه من جنوب افريقيا وزامبيا. اقل شويه من جنوب افريقيا وزامبيا. جنوب افريقيا برضو فرقه بطله واخده البطوله 96، زامبيا واخدها 2012. يعني 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 عندهم باع شويه، حتى انديتهم بالذات جنوب افريقيا الانديه المحليه كمان زي سان داونز فيها مجموعه كبيره من اللعيبه اللي بيبقوا محترفين غير اللعيبه المحترفين في الخارج يعني. فانا اعتقد ان جنوب افريقيا وزامبيا هم اكتر 2 معاهم الراس الاخضر اللي هيزودوا قوة أي مجموعة هتبقى حد فيهم، لكن جنوب افريقيا اولهم يعني. هو الشيء اتفضل يا كابتن اسامه. لا اتفضل كنت هتقول هو الشيء. الشيء اللافت للنظر ان لاول مره من فتره طويله جدا وارد في القرعه ما تكونش فيه منتخبات عربيه مع بعضها زي الدربيات. موريتانيا منتخب عربي اكيد، ولكن مش بنفس قوه الدربيات لو مصر مع تونس، الجزائر مع المغرب يعني طبعاً. الميزه ان تونس ومصر والمغرب والجزائر موجودين في التصنيف الاول.
ما هو ال 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 انا قلت لك الكره الافريقيه لما تقدمت يعني في السنوات العشرة الاخيره والاحتراف كتير سواء خارجي او داخلي، حتى في كاس العالم انت في 9 فرق او 8 فرق من العيار الثقيل انت مش هتقابل اي حد فيهم. مظبوط، بعد يعني التصفيات تسع فرق دي عمرها ما كانت بتحصل. يعني انا مثلا ايامي انا لما رحنا كاس العالم 90 كنا فرقتين من القاره كلها، كاميرون ومصر، واستمرت فتره طويله كده يعني لغايه لما زودوا فرقه من 98. لكن دلوقتي 9 فرق، فانت هتبعد عن المستوى، بتكلم الاول عن كاس العالم، هتبعد عن كل المستوى الاول القوي جدا، فهتبقى في فرص كبيره. دلوقتي في الامم الافريقيه برضو زودوا عدد الفرق، لان قبل كده كنا 8 فرق بس. يعني انا لعبت امم افريقيا وكنا مجموعتين بس، 4 فرق و4 فرق، بعد كده خلوهم 16، دلوقتي وصلنا ل 24. فكل ما بيزودوا الفرق بتبعد بالذات في المرحله الاولى عن نسبه كبيره من المنتخبات اللي كانت لو مثلا 8 ومجموعتين كنت هتلاقي ال3 فرق اللي معاك قويه مثلا، يعني ممكن تلاقي معاك مغرب، جزائر، كاميرون مثلا. يعني لو هما 8 فرق بس او حتى 16 الى حد ما، لكن 24 وسعت الموضوع القاعده شويه، القاعده. فالفرق اللي هتقابلها القويه جدا يعني هتبقى اقل نسبيا احتماليه لو كانت المجموعات اقل. فانت لكن مش معنى كده ان الموضوع يبقى سهل، وممكن يبقى نسبيا سهل في الدور الاول، لانك انت هتاخد ال6 الاولانيين، ال6 اللي في المجموعه الثانيه، واحسن 4 توالي. مظبوط، عشان يبدا دور ال 16. انا بتكلم عشان نطلع دور ال 16. فالمنطقي والطبيعي ان مصر، المغرب، تونس، الجزائر، السنغال، نيجيريا، الكاميرون، غانا، مالي، كل دول سهل جدا لما يكون 3 فرق في المجموعه انه يوصلوا، والمنطقي والطبيعي ان هم يوصلوا يعني. أكيد. يعني ما اعتقدش ان هتحصل مفاجأة غير عادية ان فرقة من الفرق الكبار دول في الدور الاولاني ما توصلش، ما اعتقدش. هتبقى صعبة شوية. صعب يعني فلكن زي ما انت قلت في مجموعات ممكن لو حظها سيء قرعتها تجيبها في فرق سهل تعمل مفاجآت. يعني زي ما انت قلت لو جنوب افريقيا راحت مع اي فرقتين من المستوى الاول والثاني ممكن تعمل مفاجاه، ممكن تشقلب ترتيب المجموعه. يعني هي ممكن الثلاثه هيصعدوا ممكن، لكن هتشقلب ترتيب المجموعه. مظبوط، هتشقلب ترتيب المجموعه وهتعمل مشاكل. ليه بقى؟ في الادوار اللي جايه كمان. لان كمان بقى لو حظ المجموعه دي سيء يجي معاهم مثلا منتخب زي انجولا مثلا، فهتلاقي 4 منتخبات قويه. صحيح في فروق نسبيه، ولكن المفاجآت هتبقى واردة. يعني مثلا يعني لو لقيت ساحل العاج مثلا معاهم الكاميرون، معاهم جنوب افريقيا، معاهم انجولا مثلا، مثلا دي هتبقى مجموعه موت مثلا. يعني اللي هياخد جنوب افريقيا من المجموعه الثالثه وانجولا من المجموعه الرابعه، اعتقد دول هتبقى اقوى مجموعه. لا، والاصعب كمان بقى ان المجموعه دي مثلا هو ياكل مثلا دي المجموعه مثلا الثانيه، الثالث في المجموعه دي مثلا ممكن يواجه المجموعه الرابعه اللي ممكن تكون مجموعه منتخبنا الوطني، فممكن تبقى انت منتخب مصر متصدر بس تلعب الثالث المجموعه دي اللي هو يطلع مثلا ايا كان، يطلع كوت ديفوار، نيجيريا، جنوب افريقيا، فتلاقي نفسك خارج من دور المجموعات بشكل كويس بس عندك اصطدام مبكر بفريق قوي في دور ال 16. ما هو دي بقى النقطه، انت في المرحله الاولى قلت لك الى حد كبير سهل على المنتخبات اللي في المستوى الاول والثاني انها توصل، لانك انت بتاخد 4 فرق توالي، يعني 8 فرق بس اللي هيستبعدوا في الدور الاولاني. اكيد. فهتبقى سهل للفرق الكبيره. أكيد. ولكن زي ما انت قلت من دور ال 16 اللي هو خروج مغلوب، ترتيب المجموعه زي ما انت شرحت دلوقتي ممكن يواجهك على طول في مباراه مثلا كانها نهائيه مثلا. زي ما لعبنا كوت ديفوار في البطوله اللي فاتت كان دور ال 16. مظبوط. فهو من دور ال 16 هتبدا البطوله تصعب جدا زي ما انت قلت، خاصه لو ترتيب المجموعات حصل فيه شقلبه، لو في بعض الفرق اللي متوقع مثلا تبقى اول تطلع ثالث
او تاني تطلع تالت، هيحصل بقى فيه هتلاقي مواجهات ناريه ممكن اكيد من الدور ال 16. كل ده هيبان في القرعه، كل ده هيبان في القرعه بكره باذن طبعا الله. طبعا يبان في القرعه. فاحنا طبعا بالنسبه لي انا كمصري يعني تتمنى مين يا كابتن اسامه؟ اتمنى مثلا اول حاجه في المجموعه الثانيه مثلا نبعد عن نيجيريا الكاميرون غانا، ماشي مش فارقه معايا بقى بناخد مالي رغم ان هي قويه جدا. انا هسجل وراك ولكن الكاميرون وغانا ونيجيريا فرق شرسه وفرق بطولات مظبوط، يعني مالي تملي بيلعبوا كره حلوه بس ما بتحسش ان هم فرق بطولات او بتحس بيلعب كره حلوه لكن مش يعني قصه المكسب البطوله بالظبط، يعني غير الكاميرون غير نيجيريا غير غانا. فطبعا لو مصر خدت بادز عن الثلاثه اللي في المستوى دوت دي تعتبر نقطه كويسه يعني. يعني معانا مين طيب؟ معانا مين؟ إيه؟ اختار لي كده المنتخبات اللي ممكن تكون مع مجموعه مصر. توقعات وليست امنيات. انت امنيات لكن توقعات، اصلي ده دي قرعه مفتوحه ممكن يجي معاك اي حد، بس انا بقول لك انا عن نفسي مثلا ممكن اتمنى تبقى مصر الكونغو من المجموعه التصنيف الثاني، الكونغو الديمقراطيه المستوى الثاني مثلا تيجي في المستوى الثالث. المهم ابعد عن جنوب افريقيا والراس الاخضر وزامبيا، يعني لو جالي غينيا او غينيا الاستوائيه او موريتانيا هتبقى برضو اخف اكيد. طب اختار منتخب واحد منهم. مثلا غينيا الاستوائيه. غينيا الاستوائيه تمام. يعني ده انا اللي بتمناه، مش بتوقع، انا بتمناه. انت هتعمل قرعه توصلنا فاينل دايما يا كابتن اسامه. هتيجي بقى في المجموعه التصنيف الرابع. الرابع اصعب فرقه فيهم انجولا. صحيح. يعني هي دي اللي ايه، اتمنى ان هي تبقى بعيد عنك لو بعيد عننا لو الثلاث فرق التانيين. طيب اي فرقه بقى من الباقيين مش مشكله، يعني غينيا بيساو، ناميبيا، موزمبيق، جامبيا. نختار ناميبيا. طيب تنزانيا برضو معقوله. ماشي نختار جامبيا. ماشي او جامبيا تمام. يعني جامبيا تنزانيا برضو فرقه معقوله، لكن يعني يا سلام لو نبعد عن انجولا او تنزانيا والى حد ما تنزانيا، لكن انجولا طبعا اكيد. لكن بقيه الاربع فرق التانيين عادي جدا، سواء بقول لك غينيا بيساو او ناميبيا او جامبيا او موزمبيق يعني. انا سجلت وهنشوف القرعه بكره، ويوم السبت لو طلعت القرعه هي هتبقى معانا في مداخله كده ونتكلم على توقعاتك المرئيه اللي طلعت بنسبه 100% يا كابتن اسامه. لو طلعت تمنيات لكن توقعات الله اعلم بقى. شكرا ليك كابتن اسامه، بشكرك جدا، وكان تحليل مهم جدا على قرعه كاس الامم الافريقيه والمنتخبات اللي ممكن تقع مع مصر في القرعه اللي هتتعمل.